في البداية نبدأ معك دكتور فرانسوا، كيف تابعتم حالة قمع المتظاهرين في مصر خلال الأسبوع الماضي؟ الحالة الآن مؤسفة، والآن أصبح عدد المعتقلين في مصر منذ تقريبا أسبوعين ما يقارب 2000 شخص، وهذا الشيء يعني مؤسف ومؤلم بالنسبة للناس، ولكن ذلك غير حقوقي، لأن الإنسان له حق الإضراب، له حق الخروج إلى الشارع حتى يتظاهر. الآن ماذا حصل في مصر؟ في مصر، في السويس، في الإسكندرية، في القاهرة، أغلقت الشوارع حتى لا يستطيع المواطن المصري أن ينزل إلى الشارع حتى يتظاهر، حتى يقول لرئيسه اذهب، لسنا بحاجة لك، اذهب حتى تستطيع أن 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 تتنفس مصر. الآن أصبحت يعني بالنسبة للشكل الحقوقي هذا الشيء يعني خطير جدا. 2000 شخص اعتقلوا في ما يقارب أسبوعين، هذا شيء خطير. ونطالب الآن منظمة حقوق وعدالة بدون حدود تطالب السلطات المصرية بالإفراج على كل الناس الذين اعتقلوا، كما طالبت بها ميشيل باشلي من الأمم المتحدة البارحة، لكل الناس الذين اعتقلوا بشكل تعسفي مخالف للقانون. نعم نعم.